الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه السورة العظيمة، سورة الرعد، السورة المكية التي تحدثت عن الحجج العظيمة الدامغة الدالة على بطلان مذهب المشركين، وهذه السورة التي فيها بيان أن العقوبة والعذاب الشديد في الدنيا والآخرة سيكون للكافرين المشركين، وأن أهل الإيمان والتقوى ستكون لهم العقوبات الحميدة في الدنيا والآخرة. ولما ذكر الله أن الضالين سيكون لهم عذاب في الحياة الدنيا وسيكون لهم عذاب أشق في الآخرة، ذكر الله جل وعلا شيئاً مما أعده لأهل الإيمان والتقوى، ثم أجاب عن عدد من الشبهات التي يلقيها الكافرون تجاه دين الإسلام، مما لا زال يردده عدد من أعداء هذا الدين. فلنستمع للآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يذكر الله جل وعلا نعيم أهل التقوى بعد أن ذكر لمحة من عذاب أهل الشقاء، فقال مثل الجنة، أي أن صفة الجنة وطريقة إعدادها على النحو الآتي: مثل الجنة الدار التي أعدها الله للمتقين لينعمهم فيها، وسميت بهذا الاسم لأنها واسعة الأطراف مترامية الأبعاد يغطي بعضها بعضا، فيها من أنواع القصور وأنواع الأشجار العظيمة الملتفة ما يجعل الإنسان لا يتمكن من رؤية أجزائها لأنها يغطي بعضها بعضا. هذه الجنة وعدها الله لأهل التقوى الذين يجتنبون محارم الله ويقدمون على طاعة الله جل وعلا. صفتها أن فيها أنهارا عديدة تجري من تحت هذه الجنان، فهناك أنهار المياه، وهناك أنهار الألبان، وهناك أنهار العسل، وهناك أنهار الخمر لذة للشاربين. ولذا فإنها دائمة النعيم لا ينقطع نعيمها، فأكلها دائم، أي أن أنواع الثمار فيها دائمة أبدا لا تنقطع. في وقت يشعر أهل النار بالجوع الشديد وبالظمأ الشديد ويقاسون أنواع الشقاء وكذلك ظلها، فلئن كان أهل النار يقاسون الحر وتقرب منهم الشمس إلا أن أهل الجنة في ظل دائم. فقوله وظلها يعني أن الظلال التي فيها دائمة لا تنقطع. ثم قال: تلك عقبى الذين اتقوا، أي هذا مآلهم وآخر أمرهم والعاقبة التي تعقب حياتهم الدنيا، بينما أهل الكفر عاقبتهم أعاذكم الله منها هي نار جهنم. ثم ذكر الله جل وعلا أن أهل الكتاب قد وقفوا موقفين من هذه الرسالة ومن هذا النبي ومن هذا الكتاب والوحي الذي جاء به، فالذين تمسكوا بالكتب السابقة آمنوا بهذا الكتاب لأنه يصدق ما عندهم، وما عندهم يشهد له، ولذا فهم يفرحون بما أنزله الله في هذه الشريعة ليكون خاتماً للشرائع. بينما هناك طائفة من أهل الكتاب أصبحوا يتحزبون ويوجدون لأنفسهم علاقات مع المشركين، وبالتالي يمالئونهم ويجاملونهم في دعوى عدم تصديقهم لهذا الكتاب وإنكارهم له. فقال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فهذه طائفة، بينما
هناك طائفة من أهل الكتاب يتحزبون لجماعاتهم وأصدقائهم من المشركين، وبالتالي ينكرون ظاهراً بألسنتهم ما جاء به هذا النبي، مع أنهم يعرفون صدقه. ثم أمر الله عز وجل نبيه بأن يظهر أساس دعوته، وليكون ذلك منطلقاً لكل أتباعه إلى قيام الساعة، فقال: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. فعباداتي لله وحده، لا أصرف شيئاً منها لغير الله جل وعلا، كائناً من كان. وبهذا بيّن أصل شريعته والأساس الذي يدعو إليه، ثم قال: إليه أدعو، يعني أنني أرشد الناس إلى أن يعبدوا الله ويوحدوه وأن لا يشركوا به شيئاً، مخلصاً في ذلك لله. لا أريد جزاءً من الناس، لا ثواباً ولا شكراً، وإنما أريد بذلك وجه رب العزة والجلال. وإليه مآب، أي أنني مقر بأنني سأعود إلى الله كما يعود جميع العباد إلى الله ليحاسبهم على أفعالهم. بعض الشبهات التي وجهها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من تلك الشبهات أن قالوا: عندنا بعض أهل الكتاب ينكرون هذه الرسالة. فقيل لهم: ما أنكر هؤلاء صحة هذه الرسالة وهذا الكتاب إلا مجاملة لمن يتحزبون لهم، أما من كان منصفاً من أهل الكتاب فإنهم يفرحون بهذا القرآن ويصدقونه. قالوا: جاء لنا بملة جديدة وطريقة جديدة. فكان الجواب: هذه الطريقة ليست بجديدة، بل هي عبودية الله وحده، الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. قال طائفة: إنما أراد حظ نفسه، وأراد أن تعلو درجته وأن يكون له مكانة ومنزلة. فقيل لهم: منهج هذه الدعوة أنها دعوة إلى الله، ليست لأحد من الناس، وبالتالي نقر أن مرجعنا إلى الله جل وعلا. قال طائفة: لما نزلت بلغة العرب ولما لم تكن بلغة الأنبياء السابقين؟ فأجاب الله ذلك فقال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فكل نبي من الأنبياء اختار له لغة قومه التي يتحدثون بها، ولكون لغة العرب أوسع الألسنة وأكثر اللغات مفردات، اختار الله هذه اللغة لتكون لغة الرسالة الخاتمة. وقال بعضهم: نحن لا نفهم ما في هذا الكلام الذي أتيت به. فرد الله عليهم بأن هذا الكلام من جنس كلامكم، يفهم بما تفهم به لغة العرب التي تتحدثون بها. قال بعضهم: بأننا نريد أشياء ولنا رغبات في أمور، فاستجب لنا في هذه الرغبات. فرد الله عليهم بأن هذه الرغبات والأهواء اتباعها ضلالة، والسير على مقتضاها
يجعل الإنسان لا يحتمي من أقدار الله ولا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا. فلذا قال: ولئن اتبعت أهواءهم، أي إذا سرت على وفق رغباتهم وما يطلبونه منك بعدما جاءك من العلم في هذه الشريعة وهذا الكتاب، حينئذ ستبتعد عنك الخيرات، وسيكون ذلك سبباً من أسباب وصول أنواع المضار لك. ولذا قال: ما لك من الله من ولي، أي لن تجد أحداً يواليك فيجلب لك الخيرات، ولا واق، أي لن تجد أحداً يستطيع أن يدفع عنك أقدار الله المؤلمة. فالولي يجلب لك الخير، والواقي يدفع عنك الشر. اعترضوا وأوردوا شبهة أخرى، قالوا: عن النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات وله أولاد، ووصفوه بأنه ممن يرغب في الأمور الجنسية إلى غير ذلك مما تكلموا به. فرد الله عز وجل عليهم بأن هذه سنة ماضية في أنبياء الله عليهم السلام، أنهم يتزوجون ويرزقون بالذرية. ولذا قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي هذا من الفوائد والمنافع الشيء الكثير، وذلك أن الناس يتزوجون ويكون لهم ذرية، فيحتاجون إلى أسوة وقدوة يقتدون به في التعامل مع هؤلاء الزوجات والذرية، ولذا يكون أمامهم سيرة نبيهم ليقتدوا به في ذلك. ثم هم يبلغون شرائعه في الأمور الخفية التي لا يطلع عليها أفراد الناس، فيكون هذا من أسباب نشر أحكام هذا الدين. وفيه من الفوائد جمع قبائل العرب وربطها برباط واحد لتكون بمثابة القبيلة الواحدة لتمسكهم بأخوتهم الإيمانية. من الشبهات التي أوردوها أنهم قالوا: نريد الآية الفلانية والعلامة الفلانية، فأصبحوا يطلبون آيات على مقتضى طلباتهم. فرد الله عز وجل عليهم بأن تحقيق هذه الطلبات ليس للنبي، وإنما هو لله عز وجل. فوظيفة رسول الله البلاغ والنذارة والبشارة، أما الآيات والعلامات والمعجزات فهذه إلى الله جل وعلا، يعطيها من يشاء من أنبيائه. ولذا قال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. كان من الاعتراضات أن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه سينتصر على الكافرين، وأن الغلبة ستكون للمؤمنين، ونحن نشاهد حالنا أننا نحن الغالبون، وأن الأمر بأيدينا في هذه الدنيا. فرد الله عز وجل عليهم فقال: لكل أجل كتاب، إنما هي أقدار مقدرها الله عز وجل في مواقيت محددة، وبالتالي لا تستعجلوا
وعد الله جل وعلا، فإنما وعد الله به آت لا محالة، لكن قد جعل له وقتا وزمانا محددا. ومن شأن الله عز وجل أن يقدر من الأقدار ما يشاء، فيمحو ما يشاء ويثبت، يثبت انتصار أهل الإسلام في أي وقت، ويمحو دولة الكفر وقواتهم وقدراتهم متى شاء. وعنده، يعني عند الله جل وعلا، أم الكتاب، أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي سجلت فيه الأقدار والوقائع التي تقع إلى قيام الساعة. ولذا قال الله لنبيه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي قد نجعلك ترى بعض موعود الله لهؤلاء الكافرين بالعذاب في الدنيا وبانتصار أهل الإسلام عليهم. وقد يتوفى الله نبيه فلا يرى انتصار الإسلام في حياته، ولكن يراه من بعده، فإن وظيفة النبي هي البلاغ. وأما محاسبة الناس في الدنيا والآخرة ومعاقبتهم في الدارين فهي إلى الله جل وعلا. ثم قال الله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها، يعني ألم يشاهدوا أن الله يقدر، أي ألم يشاهدوا أن الله عز وجل يقدر لأهل الإسلام الانتصار متى تمسكوا بدينهم فيتمكنون من أخذ الأرض وجعل الإسلام هو السائد فيها؟ وألم يشاهدوا نقصان دولة الكفر عندما يواجهون المسلمين الذين يتمسكون بدينهم؟ أولم يروا، أي ألم يكن من شأن أهل الكفر أن يتفكروا كيف أن الله عز وجل يقدر اتساع رقعة دولة الإسلام، فالله يأتي إلى الأرض وينقص دولة الكفر من أطرافها، والله يحكم، أي أن أمره نافذ وقضاءه واقع لا محالة لا معقب لحكمه، أي لا يستطيع أحد أن ينقض ما قدره الله عز وجل وما جعله في الكون من سننه الماضية. ومن ذلك انتصار أهل الإسلام على ضعف ما لديهم من قوى، والله جل وعلا هو الذي يحاسب العباد في الدنيا فيعطيهم ويقدر لهم من الأقدار ما يتناسب مع أعمالهم في أوقات يسيرة متسارعة. ولذا قال: وهو سريع الحساب. قال قائل: إننا نشاهد الكفار والمشركين عندهم الخطط العظيمة، وعندهم أنواع التدابير الخفية، فرد الله: فكيف ينتصر أهل الإسلام؟ عندهم منظمات سرية وعلنية، وعندهم وسائل إعلامية، وعندهم تدابير كونية، وعندهم وعندهم، فرد الله عز وجل على من قال ذلك بأن جميع هذه الإمكانات التي كانت لديهم هي من تدبير الله لهم، والله هو الذي أعطاهم هذه الإمكانات، وهو الذي جعلهم يفكرون هذه التفاكير ويخططون هذه الخطط. ولذا قال: وقد مكر الذين من قبلهم،
أي من سبق هؤلاء من الأمم السابقة مكروا المكر الكبار، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك لم يغن عنهم مكرهم شيئا لما جاء قضاء الله وقدره الذي قدره عليهم. ومن هنا فلا تخش من مكرهم، ولا تظنن أن مكرهم سيكون سببا من أسباب انتصارهم، ولذا قال: فلله المكر جميعا، أي أن مكرهم إنما هو قدر من أقدار الله، هو الذي علم أن لهم هذا المكر، وهو الذي أمكنهم منه، وهو الذي خلقهم وخلق مكرهم وخلق الوسائل التي يستخدمونها في هذا المكر. ولذا قال: يعلم ما تكسب كل نفس، فجميع أفعال العباد من مكر وتخطيط وترتيب قوى معلوم عند الله جل وعلا، وبالتالي فلا بد أن نوقن بصدق وعد الله جل وعلا أن العاقبة ستكون للمتقين. ولذا قال: وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، فمآل الأمور ستكون لأولياء الله وأصفيائه في الدنيا. ولكن الإشكال أن من ينتسب إلى الإيمان لا يقوم بفروض إيمانه، ولا يحقق هذا الإيمان، ولا ينصر الله تعالى في دينه، ومن هنا يحصل الخذلان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كان من مقالة هؤلاء الكافرين إنكار الرسالة، قالوا: هذا ليس برسول، يماثلنا في أجسادنا، فكيف يفضل علينا بدعوى الرسالة؟ إنكار مجرد بدون أن يكون له بينة ولا برهان. فلذلك يقول الذين كفروا: لست مرسلا، فيرد عليهم: أليس رب العزة والجلال شاهد بحيث يعلم أنني أنسب إليه شرعا؟ لو كنت فيه كاذبا لا يتركني الله عز وجل، ولا يمكنني من الانتصار على أعدائي، فإن الله يشهد دعوتي إليه، ويشهد دعوتي للناس أجمعين أن يدخلوا في هذا الدين الذي أنسبه إلى الله. فلو كان كاذبا والله يشهده ويعلم حاله لن يتركه على تلك المقالة يكذب فيها على الله، ومع ذلك يؤيده وينصره. ولذا قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ثم أسند إلى أهل الكتاب، قال: ومن عنده علم الكتاب فإنهم يشهدون بصدق هذا النبي وبصحة هذه الرسالة. فهذه الآيات من آخر سورة الرعد فيها أحكام عدة، فمن تلك الأحكام الترغيب في التقوى التي هي مخافة لله وطمع في فضله واستشعار لمراقبته ومحبة له تدفع العبد إلى أن يقدم على الطاعات طاعات الله، وأن يحجم عن معاصي خوفا من عقوبته دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أن نعيم الجنة دائم لا ينقطع أبد الآباد. وفي هذه الآيات
أن الفوز الحقيقي الكبير العظيم هو فوز الآخرة بالدخول في الجنان والسلامة من النيران. وفي هذه الآيات بيان أن المنصفين من أهل الكتاب يشهدون لصدق هذا النبي ويفرحون بما أنزل عليه لكونه يصدق ما لديهم من الكتب السابقة. وفي هذه الآيات أن من ينكر هذه الشريعة أو بعضاً منها إنما ينكره من باب التعصب لما ينتمي له من أحزاب وتوجهات. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز صرف شيء من هذه العبادات لغير الله، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فلما قال أمرت أن أعبد الله كان ذلك على سبيل التحتم والإلزام وليس على سبيل الاختيار. وفي هذه الآيات تحريم صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى واعتبار ذلك من الشرك. وفي هذه الآيات وجوب إخلاص النية في عمل الإنسان وفي دعوته، بحيث يقصد الإنسان أن يرضي الله وأن يحصل على أجر الآخرة. وفي هذه الآيات أن أهل الإسلام إنما يدعون إلى الله، فلا يدعون إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى تنظيم ولا إلى غيرها من المسميات، وإنما دعوتهم التي يدعون بها العباد أنهم دعوهم إلى الله تعالى ليعبدوه وحده لا يشركون به شيئا. وفي هذه الآيات أن الإقرار بالبعث والحساب بعد البعث من أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها. وفي هذه الآيات أن شريعة الإسلام المستندة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنيت على لغة العرب، وأن من أراد أن يفهمها على أصولها وعلى حقيقتها فعليه أن يعرفها بلغتها ألا وهي اللغة العربية. وفي هذه الآيات النهي عن اتباع الهوى المجرد ورغبات النفوس المخالفة لشرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات التحذير من قبول طلبات الكفار والمشركين التي يطلبون فيها أن يتبع الناس أهواءهم وشهواتهم. ونحن نجد على مدار التاريخ أن هؤلاء الكافرين يشترطون على المسلمين أن يستجيبوا لرغباتهم وأهوائهم وضلالاتهم إلى زماننا الحاضر. فكم من ممارسة سيئة ومن أخلاق رديئة ومن تصرفات غير محمودة يريدون أن يعمموها على الناس وأن يلزموا الخلق بها، بل تطاول بهم الحال إلى أن أرادوا أن يجعلوا الفواحش بأنواعها أموراً مقررة لدى العالمين أجمعين. وحينئذ يعلم العبد أن اتباع أهوائهم إنما يجر على الناس السوء والشر في دنياهم وأخراهم. ولذا قال الله لمن اتبع أهواءهم الضالة ما له من الله، ما لك من الله من ولي، أي يجلب الخير لك، ولا واق أي
يقيك ويدفع عنك أنواع الشرور. ومن هنا نعلم أن اتباع الأهواء هو السبب في ورود الأقدار المؤلمة وفي عدم حصول الخيرات والنعم. وفي مقابل هذا أن من اتبع العلم الذي جاء به نبي الله عليه السلام مما ورد في الكتاب والسنة فإنه سيكون له ولاية من الله تجلب له الخيرات بها، وسيكون له وقاية من الله فيحفظ من أنواع الشرور والأذى، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا والى الرسل على الأمم السابقة ليكونوا حجة على العالمين. وفي هذه الآيات أن الزواج طريق المرسلين والسنة المتبعة عند الأنبياء عليهم السلام، ومن ثم من أراد أن يسير على طريقتهم فعليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن فوائد هذه الآيات أن الذرية نعمة من عند الله عز وجل وليست نقمة، وبالتالي يسعى الإنسان إلى تحصيل الذرية، ولكن عليه أن يتقي الله في تربيتهم وأمرهم بالالتزام بشرع الله، ويسعى لأن يكونوا صالحين مصلحين لتتم النعمة بذلك. وفيها واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أمر تعدد الزوجات، والعلماء لهم في حكم تعدد الزوجات قولان مشهوران في من أمين العدل، في من علم من نفسه أو غلب على ظنه أنه سيعدل بين الزوجات. فطائفة قالت بأنه من المستحبات، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، ويستدلون عليه بهذه الآية وبما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تزوجوا عباد الله، فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء. وذهب طائفة من أهل العلم منهم فقهاء الحنابلة إلى أن التعدد مع الأمن من عدم العدل بين الزوجات يعد من المباحات وليس من المستحبات. وتقرير الخلاف في ذلك مشهور في كتب الفقهاء. وفي هذه الآيات أن المعجزات التي تدل على صدق ما جاء به الرسل أمرها إلى الله جل وعلا وليست على التشهي والطلب الذي يكون من أعداء أنبيائه. وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فبين المعنى الذي من أجله لم يستجب لهم في ما طلبوه واخترعوه من الآيات. وفي هذه الآيات أيضا بيان أن الله عز وجل سينصر أولياءه المؤمنين، وأن الغلبة ستكون لهم متى تمسكوا بدينه وساروا على مقتضى شرعه. والناظر في تاريخ هذه الأمة يجد أنها
متى عادت إلى كتاب الله وتمسكت به كان ذلك من أسباب ازدهارها ونمائها وقوتها. وشاهد هذا في زماننا الحاضر دولتنا في هذه البلاد، حيث والى الله جل وعلا عليها الخيرات. وفي هذه الآيات من الفوائد أن مهمة العلماء والدعاة هي إبلاغ هذه الرسالة ودعوة الخلق وتوضيح أحكام دين الله جل وعلا، وأما الحساب وإيجاد العقبة الحسنة فهذه إلى الله تعالى. وقد قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي هذه الآيات أن وعد الله للمؤمنين ووعيده للكافرين في الدنيا قد وضع له وقت محدد لا يتقدم على زمانه ووقته. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الله إذا قضى أمرا فإنه لا يستطيع أحد من العباد أن يقف أو ينقض حكم الله تعالى. وفي هذا دلالة لمذهب أهل السنة بأن الله تعالى يخلق أفعال العباد، وبأن إرادة العباد مرتبطة بإرادة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن تغيير الله للكون يأتي في أزمان سريعة بالنسبة لحساب الكون، ولذا فلا تيأس من أقدار الله أن تكون عاجلة، فلا يهولنك ما يقدر الله في الدنيا، فقد يقلب الله أحوال الكافرين في أوقات يسيرة فتتغير قواهم لتكون ضعفا، ويتغير ما كان عندهم من انتصار ليكون هزيمة، ومن ثم فلا يهولنك ما عند أعداء الإسلام من قوة، فإن الله جل وعلا إذا أراد إبطالها فعل، وهو سبحانه قادر على تغيير أحوال العباد. وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية بأن الله يورث الأرض لعباده المؤمنين المتقين المتمسكين بشرعه. وفي هذه الآيات أن خطط الكافرين وتدابيرهم الخفية ومكرهم وكيدهم لا يجدي عنهم من الله شيئا، فإن الأمم السابقة قد مكروا ومع ذلك لم يجدي عنهم مكرهم شيئا. ومن طالع قدرة الله وأيقن بأن التصرف في الكون هو إلى الله سبحانه لم ييأس من نصر رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن الكافرين سيعلمون عما قريب أن العاقبة ستكون لأهل الإيمان، ولذا قال: وسيعلم الذين كفروا لمن عقبى الدار، فاستعمل السين التي تدل على قرب حصول ذلك ولم يستعمل حرف سوف. وفي هذه الآيات من الفوائد أن غاية ما مع المكذبين لنبيه
الصادين عن دينه مجرد دعوى بقولهم أن هذا الرسول ليس بمرسل بدون أن يكون عندهم برهان ولا بينة، بل البينات تدل على خلاف قولهم. وفي هذه الآيات إظهار دليل عظيم ومعجزة كريمة تدل على صدق هذا النبي، ألا وهو أنه نسب إلى الله شرعا فمكنه في الأرض ومكن لأصحابه حتى بلغوا مشارق الأرض في بلاد الصين وبلغوا مغارب الأرض في بلاد الأندلس. والله جل وعلا بحكمته أعدل من أن يجعل كاذبا عليه يبلغ هو وأتباعه هذه المبالغ. وانظروا إلى أثر هذا الدين وكيف قلب الله به أحوال العالم أجمع. ومن أمثلة هذا بلدكم هذا الذي تفدون إليه، كان بلدا كان ومثله مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مواطن مقفرة، وكما ذكر الله في واد غير ذي زرع، ومع ذلك ساق الله لهم الخيرات وأوجد لهم الاجتماعات والمجتمعات العظيمة. وانظروا لما يعيشه أهل هذه البلاد من رغد متكامل وعيش متناسق وخيرات متتابعة، فله الفضل وله الثناء وله الشكر. بارك الله فيكم وبارك الله لكم وأعقبكم العاقبة الحسنى دنيا وآخرة، وجعل الله آخر أمركم جنان الخلد، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يمكنهم في أرضه، كما نسأله جل وعلا أن يدفع شر المعتدين على إخواننا الذين يمنعونهم من إقامة الصلاة ويصدونهم عن دين الله، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال هذه الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، وأن يمكنهم من أعدائهم وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم عاجلا غير آجل. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. هذا تفسير آخر سورة الرعد، ولعلنا في درسنا القادم بإذن الله نبتدئ بتفسير سورة يوسف، أعان الله جل وعلا على فهمها وإدراك مقاصدها ومراميها واستخراج أحكامها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.